تم الحديث عنها. والقرآن ربنا سبحانه فخم شأنه تفخيما وعظمه تعظيما. قال ربنا سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصفه ربنا بالعظمة. قال ربنا سبحانه: كتاب أحكمت آياته. فوصفه ربنا سبحانه بالإحكام. قال ربنا سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فوصفه ربنا سبحانه بالتأثير الشديد في الجنادل الصم. قال ربنا سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فوصفه ربنا سبحانه بالهداية. قال ربنا سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فوصفه ربنا باليسر ودنو التناول. ومن وجد الميسر عسيرا فهو مخذول. ووصفه ربنا سبحانه بأنه نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمن بعد عن النور فهو في حوالك الظلمات. قال ربنا سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسماه ربنا روحا. ومن بعد عن الروح فهو ميت ميت. وصفه ربنا سبحانه بأوصاف كثيرة عظيمة. ولذلك كانوا يقولون: لم يتقرب إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه وهو كلامه. وأحسن ما ورد في وصف القرآن ما رواه الترمذي بإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هذا كتاب ربنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله. باب الأمر بالوضوء. من أرجى الآيات في كتاب ربنا المتعلقة بكتابه قول ربنا سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فنحن أمة الاصطفاء، نحن الذين أورثوا الكتاب، ونحن صرح ربنا بأننا ممن اصطفي. فنسأل الله ألا يخزينا بعد اصطفائنا.